هي الحياة وحدة، بس أنت اللي تقرر من أي جهة تشوفها، من هالجهة أو من هالجهة. يمكن هالجهة حلوة، يمكن هالجهة ما حلوة، بس أنت بيدك من أي جهة راح تشوفها، لأن هي بالنهاية قطعة واحدة. أنا علي بشار، مواليد 18/8 بغداد، خريج الجامعة الأمريكية، أشتغل مخرج وكاتب سينمائي. أحب دائماً أنه أحيط نفسي بأصدقائي، لازم يومياً أشوفهم، أصدقائي، أحبائي، أهلي. أحب القهوة، أحب الشاي. طبعاً بهالوقت كنا إذا نطلع نتونس، نشوف، نتعرف على ناس، نشوفهم، نحكي وياهم، يضحكون بوجوهنا. بس ما حد يقدر يباوع الثاني ويعرف هو الباك جراوند مالته شنو، الخلفية، الجوهر الإنسان، ما حد يقدر يعرف هذا شنو بهالوقت، خاصة إنه تكون أكو دمعة محصورة وراء ضحكة كذب أو ابتسامة مجاملة. عشت طول عمري ببغداد لحد 2003. بال2003 قبل الحرب بأسبوع تقريباً، الحرب الأمريكية على بغداد، قررنا أنا والأهل إنه نروح المزرعة خارج بغداد، تكون بعيدة عن المدينة وبعيدة عن أي حركة، خاصة إنه الأماكن خارج بغداد ما تعرضت لنفس القصف داخل بغداد. يوم 31/3 قعدنا الصبح، شفنا، لاحظنا إنه أكو طيارتين دتحوم فوق المزرعة بشكل غريب. صار يعني جدال عادي بيني وبين أمي، فأمي زعلت مني بذاك اليوم، فقالت لي بعد ما ردحت ياك اليوم. فإحنا كنا مقسومين إلى بيتين، بيت رياجيل وبيت نسوان. تقريبا ساعة بالدعش طلعت من بيت الرياجيل دارد أروح على أمي، فرحت على أمي، دقيت الباب، طلعت لي قالت لي أنت لا تجي، لا ترجع لهنا اليوم. قالت لي لا ترجع البيت النسوان. يعني رجعت يوم الرياجيل وانا كنت ضايج انه مضوج امي ومزعلها، طبعا كان عمري 12 سنه. ف بعد ساعه تقريبا بال12 ونص 12 ونص بالضبط طلعت من بيت الرياجيل لنفس السبب، لانه انا ضايج، دا احس شعور غريب، ضوجة، أريد أرضي أمي وأرجع يعني للبيت. فطلعت لنص الطريق، بس ما أدري ليش ما قدرت أكمله، ظلمة وبيت النسوان كان أظلم أصلاً، إنه نايمين يعني الكل نايم، فما قدرت أكمله. رجعت للبيت بكل اعتيادية، فتت وأنا قاعد دافرت سنوني، انضربت المزرعة بصاروخين، وكل اللي أتذكره هو الرياجيل دي يكبرون، دي يهللون، دي يطلعون من المكان. طبعا طلعنا من المكان وتسمع عياط النسوان، تسمع صوت حرق، صوت المولدات الكهرباء، مال الكهرباء تنفجر. طلعنا من المزرعة، وكانت المزرعة طبعاً بيت النسوان هو عبارة عن ممسوح ويا القاع، وواحد من الصواريخ واقع على حديقة، فناثر كل الرمل والطين بحيث ساد كل المخارج. يعني اضطريت إنه أتسلق خارج المكان. طلعنا برا واني كل شيء ما أعرف، ركضت ويا ناس كانوا هناك من أهل المنطقة، عائلة قعدت عندهم، يعني لأنه ركضنا وأبويا دي يدفعونا، وهاي يقولوا روحوا ويا ذولا وروحوا ويا ذولا. فأني قاعد وياهم ما ملاحظ أبد، أنه وراسي كله دم، أبد ما ملاحظ ولا حاس بشي. فجتي الأمة يدت تمزح على راسي، قلت لها خالة قولي لي إيش صار، أكو شي، أحد بي شي؟ تقولي لا حبيبي ما حد بي شي. طلعوهم وسدي يأخذوهم للمستشفى شوية مجروحين، لأن هناك وقع الصاروخ. قلت لها أوكي، وأنا كده أضحك، كل اللي ببالي يا رب الكل طالع بخير. ظلت أصوات الطيارات تحوم وغيرها لحد ما طلع الفجر. إجا علي واحد قال لي تعال داوديك عند أهلك. رحت وياه، نزلني مكان برا المزرعة، ففتت قال لي هناك بذيك الغرفة أهلك.
فتت شفت ابويا وباقي الرياجيل، فاني فتت بكل فرح لان انا الوحيد اللي رحت. انا فتت وجهي دي يضحك، قلت لهم ها وين النسوان؟ فقالوا لي النسوان ماتوا. وبذاك اليوم انصدمت بمقتل اختي واخويا وامي الحامل 9 شهور، وخسرنا 22 واحد من اهلي بذاك اليوم. انفجارات جديدة وزبغداد بعد قصف عنيف خلف 7 قتلى ونحو 100 جريح. مشت الأيام، تقريبا بعد شهر بشهر 5 2003 كنا قاعدين أنا وأبويا وولد خالاتي 2 بوقت متأخر من الليل، تفاجأنا بوجود الأمريكان بالحديقة. فاتوا للبيت أخذوا أبويا، ولحد اللحظة هذه أتذكر من وقفت بنص الشارع وداريت على ابن خالتي قلت له أمي راحت، أختي وأخويا، وهسه الأمريكان أخذوا أبويا هم. طبعا نمت قعدت شفت أبويا موجود فوقايا. عدت على خير. بعد شهر تقريبا من اللي صار كنت طالع بالبايسيكل، كنت أطلع دائما بالبايسيكل مالتي أفتر بالمنطقة. فأني وطالع هالمرة طلعت بوقت شوية متأخر، كان بال6:30 مغربية بديك الفترة، كانت فترة الخطف والفرهود والمعرف شنو هالسوالف اللي صارت بالعراق وراء الحرب. فإحنا وأني وطالع من البيت فتت الفرع، جت سيارة وقفت قدامي رأساً. السيارة وقفت قدامي، نزلوا منها 4 مسلحين. أنا وقفت مرعوب ما أعرف إيش دي يصير. جوي شالوني طلعوا جايين دي خطفوني أني. خطفوني ودخلوني بالسيارة ودوني البيت برا بغداد. طبعا من أول ما دخلوني بالسيارة أنا قلت ها هي يعني هي بدت بأمي وأختي وأخويا، بعدين هالشغلة أبويا، وهسه دوري أني. دخلوني بيت ويا عائلة وبقى واحد من العصابة. فأول ما فتت دعوا لتفاهم وياهم، معودين شكو شو صاير يعني ليش شنو السبب. دخلت أنا قاعد وياهم وهاي هم بدوا تياكلون وهاي عادي، أنا مقعديني بنصهم كأنه يعني جاي عندهم ضيف، مو كأنه إنسان مخطوف. البيت طبعا عبارة عن رشاشات معلقة على الحائط، كان اكو اتذكر مثل رفوف عليها فواكه وخضره، بس بنص الرفوف اكو رمان اللي هي متفجرات، يعني مو رمان صح، اكو باذنجان اكو تفاح، بس بنص اكو رمان حقيقي. المهم فهم ودي يحكوا مع شنو جابوا الاكل هاي، انا يعني قمت قلت لهم هسه اجيكم. قمت طلعت برا وحاولت اتسلق الباب، هم كانوا قافلين الباب، حاولت اتسلقها دا اطلع دا انهزم. انا دا اتسلق طلع لي رجال هو ابو البيت اللي جايبين يمه بيده جيجاره، كان يقول لي وين رايح؟ قلت له عم الله يخليك انا هستوني شايف اللي شايفه، يعني شويه خلي يعني احساس شويه انه انا يعني حس باللي صار. قال لي تعال هسه باكر رجعك لاهلك، كان دائما يوعدني بهالحكايه. اني هم نزلت رجعت قعدت وراها بربع ساعه 10 دقائق اني منهك ميت من البكي، قلت له انا راح انام. قال لي اي نام هنا. حطيت راسي ونمت. قعدت ب3 الفجر ظلمه، كل نايم
قمت طبعا البيت ما كان بيبان بس بردات وباب البرة مقفولة. قمت طلعت برا شوي شوي شفت ماكو أحد. أنا ودا أتسلق الباب طبعا حتى فكرت قبل لا أتسلق الباب لأن شفت الكهرباء مقطوعة السماء بيضة من النجوم وأنا راح أطلع للمجهول لا أعرف أني وين ولا أعرف منو راح يستلمني برا ولا أعرف منو لوقف أوقف أمريكي أوقف عراقي شو أقول له إذا وقفني أخاف يعرفون دولة. طلعت أنا ودا أتسلق اسمع لكم صوت توين رايح داريت لي ورا شفت الرجال نفسه ويا الججارة مالته ما أعرف شو وقت لحق يشعل الججارة مالته بس هو كان متيمها صح كل ما حاول أنهزم هو واقف وراي لازم الججارة يقول لي أنت وين رايح قال لي باكر أراجعك باكر أراجعك. قعدت الصباح شتوا له شوية معاملتهم تغيرت صارت أحسن فأنهم بالزور ده أضحك الضحكة من هاي بالزور ده تطلع قالوا لي علي ايش تاكل انت ما ماكل شيء من البارحه قلت لهم والله قالوا لي بوتيتا انا قلت بمطعم مدام هيك دي هاي مدام ما سالوا طلعت من عندهم جيتي من عندهم ف ورا خمس دقائق بالضبط جيتي اشو بسرعه شايله صينيه وبيها بوتيتا مسلوقه فاي بواعد قلت مو قلت لكم قلاي فحطت البوتيتا قالت لي شي قطعه قلت لها الله اجك الطيبه خالتي فد شي ترى بالطبخ بس طلعوني. قمت طبعا على كل شيء بالبيت اعلق لهم ومدح وما اعرف شنو بدت اللواقه اباوع شويه صوره ماما اوه اباوع فد فيلم اني اتخبل منه عدم الفيلم السيدي هذا شنو هذا الممثل. المهم صارت العصرية كانوا يقولوا لي علي فوت 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 للغرفة فوتوني فد غرفة وين ما كانوا هذا المخضر والرمان والهاية ف قالت لي لا تحكي اسمع رياجيل دي يحكون انه سمعنا عندكم مخطوف ما اعرف شنو هاي ومنا ومنا على غفلة فات علي واحد هو اللي كان اللي بقى من العصابة قال لي علي تعال اطلع برا دنروح جوي دولة سلموا علي وهاي يعني تور سياحة ده رايحين كنا يومهم سلام وارجع لنا وتعال لنا مرت الأخ بهدايا وأنا سلمت عليهم طلعوني برا ركبوني بسيارة أي من الفرح أموت عليكم وأرجع لكم ورا أسبوع ركبوني بالسيارة نزلوني على بعد شارعين ومشيت كله بثمانية ونص بالليل ما أعرف أخاف من الدبابة الأمريكية دا تفوت أخاف من اي برازيلي بيضة اشوفها عبالي هم دا يدورون لان ذوك العصابة ما يعرفون على اساس انه انا طلعت انا دا امشي وكانوا منطيني هدية عسكم الله نعال ابو الثلاث خمسات اذا تذكروا الثري ام 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 هذا اللاستيك هذا من اهم مميزات ذاك اليوم مشيت بيه تقريبا شارعين وصلت تفاجأت انه بالبيت الكل دا يبكي تخبلوا طبعا بدل لتحضر اللي دي بوست يا معود علي وين كلهم اول سؤال سالوني اياه ما حد سالني وين ودوك منو اخذك قالوا لي النعال مال منو. ثاني يوم او بعد يومين بالاحرى طلعت بسياره لعمان ومنها جيت دبي شقد ما ثقلت وظلمت وصعبت بيوم وليلة هيك كلها يعني تنحل مو سهلة اي مو سهلة تجي ايام ثقيلة اي تجي ايام تحس روحك وحدك اي تشوف روحك ما لك احد اي بس تمشي تهون بغض النظر اشتقل الموضوع مشى وصار طبيعي وصار سوالف مثل ما نقول بالعراق بغض النظر هو شنو يعني اهم شيء كنت احطه دائما ببالي انه لا التفكير بالماضي راح يسوي لي فد شيء بالمستقبل ولا التفكير بالمستقبل راح يصلح لي شيء من الماضي. لاحظت شفت انه احسن شيء اسويه هو انه اعيش يومي ساعه بساعه دقيقه بدقيقه وعلم كل اللي شفته علمني شيء واحد انه الحياه ممكن باي لحظه تروح من عندك اذا ما راح تستغلها بالطريقه الصحيحه
وتعيشها بالطريقة الصحيحة ويا الناس الصحيحين طبعاً، فأنت راح تضيع حياتك. بنفس الوقت فكرة أنه ممكن العزيز عليك يروح بأي لحظة تخليني بعد ما ينطيني قلبي أنه أزعل أي إنسان، لأنه ما أعرف هالشخص بأي لحظة راح يموت. وهو هذا الواقع اللي هواية الناس ينهزمون منه وينهزمون من التفكير به، ما يريدون يفكرون بهالفكرة، بس هو هذا الواقع. طبعاً اليوم هاي قصتي أني بس وحدي، وأني أدري بالعراق وبرا العراق أكو ناس مثلي وأسوأ، بس أني إذا من خلال هالقصة أقدر أراوي الناس أنه شما تظلم راح تفرج بالنهاية، فيسعدني أنه أرفع صوتي من خلال السوشيال ميديا وأوصل قصتي لأكثر عدد من الناس على مود يعرفون أنه شما ضاقت عليك الدنيا بيوم وليلة تفرج. إذا عندي أمنية واحدة أنه الأجيال الجاية ما تحتاج تسوي هيك فيديوهات.